إذا معنا اتصال تليفوني. ألو ألو، سيد هامي، احنا نحبك ونحترمك، وكنا مبسوطين كتير بيك وبفنك ومتمتعين بأفلامك، لكن انا والله والله مش قادرة اصدق اللي تشوفه عيني. والله كنا نحبك نحين نشوفك على قناة مثل هيك، قناة اسرائيلية مشبوهة مثل عيب عيب. والله داخل الاستوديو الصوت انقطع، الاتصال فصل. فيك تعاودي الاتصال مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعاود معكم الحلقة مع الآخر من القاهرة. فاصل قصير ونعود مرة أخرى. شو؟ هي الأخت فلسطينية ولا مصرية ولا إيه؟ أنا ما بعرف الجنسية يلي بتتصل، ولكن الاتصال انقطع. أصلا سمعت منها كلمة بتقول على التلفزيون الإسرائيلي. هو ده التلفزيون الإسرائيلي؟ الأعداد ما حكى لك إن هذا تلفزيون إسرائيلي؟ لا. كيف؟ وإيه اللي برنامج وهو تسجيل؟ ولكن هو إيه؟ إيه المشكلة؟ طب مش أتعرف بحضرتك؟ أنا إسرائيلي وإنت بتتكلم سلاح ومش سلاح، أنت فنان وكوميدي. ماشي حبيبي، فنان وكوميدي بالسلاح ومش السلاح ماشي. جميل جميل. هو أنا وجهت في وشك سلاح دلوقتي او حاجه؟ لا، ما وجهتش في وشي سلاح، وما تقدرش توجه في وشي سلاح، وما تحاولش تستفزني علشان انا هادي. أنا او بمعنى اصح لو استفزك ماشي. انا السلام، الحكومات اتفقوا مع بعض، احنا كشعوب برضو. احنا كشعوب بنقيسها بمعيارات تانية. انت واقف حاسس ان اسنانك هتخرج من الغيظ. انا لو من كلامك انت مش عايز توصل لحل. انت برضه حبيبي حبيبي حبيبي، انا ما مش بوست حدش يقدر يستفزني. ماشي، انت كمواطن مصري لكن انا مش عايز استفزك، انا عايز اوصل معاك لحل. اللي انت بتقول الحل ده مش حل. الحل حبيب قلبي انك تروح لدكتور تتعالج، لان عندك ايوه حقيقي حقيقي حقيقي. استاذ ايمن، معناه انكم مرضى. استاذ ايمن، ليش عم تستهزئ فينا؟ نتكلم على الهوا احسن. مرضى مرضى. طب يلا بره الهوا دلوقتي. احنا بره الهوا. احنا مرضى. لا، انا احب اتكلم على الهوا. كمان المرضى بيخشوا يحاولوا يعملوا سلام. مش مش مرضى يخش معاهم سلاح؟ انت تنكر ان في جيبك سلاح دلوقتي؟ اه في جيبي سلاح. ليه؟ انت خايف من ايه؟ اقول لك خايف من ايه؟ من حد زباله ممكن يعترضني. من حد زباله. ايه زباله؟ حد حرامي قطع طريق اي حاجه. عودة مرة أخرى مشاهدينا لاستكمال حوارنا وحلقتنا مع ضيفنا أيمن قنديل، وهو ممثل مصري. أهلا بك مرة أخرى. ربنا ربنا يقدم الخير. أنا سمعت تليفون، وطبعا الناس كلها سمعته. إيه؟ إن الحلقة متذاعة على تلفزيون إسرائيل. نعم. أنا مش بتفرق معايا تلفزيون مين، بس أنا جاي برنامج انه بيتصور في مصر، وقناه بتقوله المانيه ومصريه. ما فينا نقول المانيه. لا، الاعداد لما اتصل بيا اكيد حضرتك سمعت غلط من الاعداد. لا، انا بسمع صح. انتوا اللي فيه لوع وفي كذب، وبعدين بترجعوا تقولوا. مش عم تتهمنا بهالتهمات. اقول لك لان انت سيدي، ردود الافعال على صفحات التواصل الاجتماعي في اسرائيل. ينعل صفحات الاجتماع للتواصل. انا بقول لك انا جاي سيدي. انا جاي بتكلم على تلفزيون مصري، تجيبيني على تلفزيون اسرائيلي، ويجي لي واحد متعصب لي. هو انا دلوقتي اللي واقف اهو، يخش الكادر ويكلمني. اسرائيل مش عند مالا دي قناتي. انا عمري ما اخاف. انت اللي خايف. انا اللي خايف. انك داخل بسلاح. حبيب. انا من غير سلاح. انت من غير سلاح، وانا عشان اعاملك بسلاح ابقى انا اديتك قيمه. لكن انا ممكن اعمل ايه؟ اقول لك كده اقعد ارتاح ارتاح يا ابن. انتوا جايين بتضحكوا عليا. يلا يا نعال. يلا يا بنت. ايه يا ولاد؟ يلا ينعال يا باشا. انا هقرج. يلا يا ولاد. يلا خلاص خلاص خلاص. ايه يا ولاد الواد؟ ايه بعد المزاولة يا باشا؟ احنا بنهرج معاك بنهرج معاك بنهرج. مصريين ايه يا ولاد؟ خلاص خلاص. هو انتوا بتضحكوا عليا انا؟ ينعل
اللي جاي عشان الحكم بعد يلا. ايوه 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 ده مقلب يا استاذ ايمن، مقلب 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 والله مقلب. حرام عليك تضرب واحده يا سيد. خلاص خلاص فين بضاعتك يا عم؟ كويسه مش مشكله، تعالي اقعدي. هات هات الكرسي، هات الكرسي، هات الكرسي يا عم. انا هعرف اطلعها. ودي مصرية ست انتهي مصرية وماسكة الكارت، بس يا رب يكون ظهرها سليم. سقف يا جماعة الأستاذ توهان كده. انت اللي جبت النفس. انت وقعت بسرعة ليه؟ لا عادي بسيط، دي كانت قلم واحد. لا بجد كلها اتنين كمان. بسرعة ليه؟ شايفين شايفين اللي بيحصل في الموزيع يا جماعه؟ سقف الايبان النهارده بجد. بعد البرنامج معايا انا في العربيه بقى. لا 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 كده مره انت هامه تعكي في داري. لا ايوه ولا اي حاجه خالص. اذا مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل لمواصله الحوار مع الاخر من القاهره هنا مع ضيفتنا ميار الببلاوي بعد هذا الفاصل. بلد زي دي ما عندهاش ديمقراطيه، كذابين والله ما تصدقيش، كذابين جدا، مدعيين وكل شويه كل شويه عيطوا علشان بتاع المحرقه بتاعتهم دي اسمها ايه الهولوكوست دي ولا الكلام ده يا بنتي. خلاص هم اساسا كل الحرق اللي انتوا اللي حرقتوه للفلسطينيين وقتلتوهم وعملت عيطوا على الهولوكوست والعداد اللي هوبا بتاعتهم سبحان الله. يعني دولت ناس نشروا سيدنا يحيى بالمناشير، دول قتلة الأنبياء. أنت عايزة نقول عليهم إيه؟ دول ناس قتلة الأنبياء. معلومات خاطئة، هم شعب الله المختار. شعب الله المختار اللي رأى الله سبحانه وتعالى يعني يعني لم يلعن سوس والدود كما لعن اليهود. بتقول لأن طالعة على قناة إسرائيلية. أنت بالفعل بقناة إسرائيلية، هي دي القناة الإسرائيلية الثانية. لا حضرتك أنا جاية أصور مع قناة أنا قاعدة أضحك يا حضرتك إن هذه قناة إسرائيلية وحضرتك وافقت. مش مشكلة. يعني إيه مش مشكلة؟ نكمل. نكمل إزاي؟ نكمل إيه؟ نكمل الحلقة. نكفي الحلقة. نكفي الحلقة أعرف أنا طالعة على قناة إيه. ولكن أنت بالأول عرفتي إن هذه القناة هي القناة الإسرائيلية الثانية. سلام 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 سلام. الله يخليك الله يخليك. انتوا بتهزروا مش كده؟ انا ما بسمحش بحاجه زي كده طبعا. انت ليش بتهزر؟ لا انا اسف. لا 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 سمحت. انا حضرتك مين؟ حضرتك معاك بطاقه؟ ده مصري ولا ايه؟ انا موجود في بلدك. بلدك انت جاي منين يعني؟ مش مشكله انا جاي منين. اه انت قاعد على الهواء، انا ما كلمتكش تكمل الحوار. ما كملتش ولا ما عملتش؟ انت مين؟ يا محمود انت مين؟ يا محمود انت مين؟ انا شايف حكم قدام ده يا محمود. يا محمود يا محمود محمود ايه وخرى ايه؟ محمود انت مين؟ احنا الحكم بعد المزاوله. انت مين؟ انت مين؟ كلمني انت مين؟ يا محمود احنا الحكم بعد المزاوله على فكره. احنا الحكم بعد المزاوله. حرام عليك يا سيف دمي. ايه يا عم؟ احنا الحكم بعد المزاولة، احنا كلنا مصريين. وتحيا مصر، تحيا مصر مصرية. ايمان مبارك، عمرو علاء، عمرو صلاح. انت جايب لي واحد شكله يهودي؟ شكل امه ايه ده؟ بنيتين في وشي مش يعني. على يمك على يمك. دي ضربت الشهرة برضو. انت ممثل؟ لا هي لو مش بنت انا كنت اول ما قالت لي يهوديه انا بكره اليهود موت. انا انضربت قبل كده. بس انا بحب اقول لكم ان انا استمتعت بالحلقه دي مع الاستاذ محمود، وما كنتش اعرف ان في وطنيه كبيره قوي قدام وجوه كل مصري موجود هنا على ارض البلد دي وبيتنفس الهواء ده.